تعالى بقى نروح للنهارده، يلا بينا. خلاص ساعه تقريبا وهنتفرج على الارجنتين والسعوديه ومباراه قويه، ومباراة البعض قال لك يا عم لا قوية ولا حاجة، الأرجنتين هتخش تخلص، خصوصا بعد تصريح ميسي الأخير اللي قال لك أنا جاهز للمباراة، وإحنا كنا بنقول له ما تجهزش أنت من غير ما تجهز والنبي ما تجهز يعني. لا بجد اتكلم، يعني نتكلم بقى جد، هل بتتوقع هتبقى مباراة قوية فيها تنافسية أم مباراة محسومة منذ الدقائق الأولى؟ محسومة، ولكن رينار استعد كويس قوي مع المنتخب السعودي خلال الست شهور اللي فاتوا، عمل 8 وديات. الثمان وديات دي كان السمة البارزة عند رينار انه ما بيتلقاش اهداف كتير، يعني كل مباريات السعودية اتعادل ماتشين 0-0، اتعادل ماتش 1-1، خسر ماتش 1-0 بتاع كرواتيا، يعني النتائج كلها ماشيه بنفس الطابع والشكل. مفيش يعني ده. هاي سكور بالزبط. كان في وده السعوديه. ده دي كانت اكتر سمه يعني بتميز المنتخب السعودي في المباريات. المنتخب كويس. السعودي خسر 5 من اوروجواي، خسر 8 من المانيا، فكان دايما في مشاكل في مباريات المنتخب السعودي مع الفرق الكبيره، فكان واضح جدا ان رينار بيذاكر مع المنتخب السعودي ازاي انه دايما يقفل المساحات، يلعب زون، يحاول ان هو ما يتلقاش اي اهداف. بس ده اثر عليه على جانب الهجومي، ان في الثمان ماتشات الوديه اللي لعبهم من شهر 6 ل 12 دخل 3 اجوان بس، رغم ان عنده عناصر كويسه جدا. فعلا مشكله. بالظبط. النقطه الثانيه، رينار بيعول على فكره ان لعيبه الهلال عندها تجانس. تشكيله المنتخب السعودي اللي هتبدا ماتش الارجنتين دلوقتي فيها 9 لعيبه من الهلال. لا بس هو لعب هجومي، سوري، دفاعي بحت يعني. هيقفل دفاع بحت قصاد منتخب الارجنتين، هيحاول يعتمد على سرعات سالم الدوسري والشهري في الخط الامامي، يلعبوا كجناحات يقدروا ان هم يحاولوا ينقلوا المنتخب السعودي في الهجمات، مع طبعا الاعتماد على قائد الفرقه سلمان الفرج في وسط الملعب، عنده كره شويه يقدر ينقل الكره. انا اعتقد ما عندوش اوبشن تاني غير انه يحاول يقفل، طالما انت بتلعب فريق زي الارجنتين ده انت يعني فعلا لا تملك غير التقفيل، وتدعي ربنا انك تنجح في التقفيل. بس انت كده بتدي له فرصه كبيره قوي ان هو يعني زي ما بيتقال كده يركب المباراه من البدايه. ما هو لازم يركب المباراه، انا اديله استحواذ بس ما افتحش ملعب قصاده وانا اللي هعاني. يعني انا لو فتحت ملعب كسعوديه امام الارجنتين طبعا. لو فتحت لعب، فتحت اللعب، انا ساعتها هخسر بهاي سكور كسعوديه. طبعا لازم يقفل. يبقى كده التفوق الفني عند الارجنتين ما فيهوش مقارنه اصلا يعني. طبعا طبعا. فكره ان رينار نفسه عنده خبرات سابقه شخصيا بقى مع كاس العالم ايام ما كان مع المغرب، هل تفصيله زي دي ممكن تفرق، تبقى عنصر يعني قيمه مضافه في حالته؟ طبعا طبعا. ان رينار فنيا بقى له فتره مع المنتخب السعودي، درس المنتخب السعودي كويس قوي واختار العناصر المهمه المناسبه ليه. ثانيا خبرات رينار مع المنتخبات اللي دربها فرقه معاه جدا، ومدياله شخصيه قادر ان هو هيقدر ان هو يفرض طبيعته وشخصيته على لعيبه المنتخب السعودي، يلتزموا باللي يطلبوا بيه في الملعب. ولكن المنتخب السعودي هو بيلعب بطريقه 4-3-3، ثلاثه ديفندرات في وسط الملعب، دايما هتلاقيه مقفل الطرفين، هيحاول ان هو دايما يلعب الزون ويعتمد على زي ما بقول لك سرعات سالم الدوسري والجهري في الخط الامامي، علشان يحاول ان هو يعمل هجمات مرتده على منتخب الارجنتين. ولكن اي مجازفه منه بفتح اللعب ده هيكون خطر جدا في ظل وجود ميسي، وميسي يعني كاس العالم ده هو داخل لازم يكسبه طبعا. وبعدين منتخب تقيل قوي، انت مش بتتكلم عن ميسي بس، بتتكلم عن وجود دي ماريا، بتتكلم عن لوتارو مارتينيز، بتتكلم عن عدد كبير جدا من اللعيبه في المنتخب الارجنتيني عندهم المهارات ويقدروا يخلصوا من نص فرقه. فلا سبيل امام المنتخب السعودي الا ان هو يقفل المساحات امام المنتخب الارجنتيني ويدافع ويلعب جيم دفاعي بنسبه 100%، وده واضح في تجارب رينار خلال الفتره الاخيره في الثمان وديات اللي لعبهم من شهر 6 اللي فات.